رايح على الملأ وكل يوم مع رقاصة شكله، شوية برلنتي وشوية شمس وآخرهم طليقت ورانيا صالح. سعد الصغير كل يوم في أزمة بسبب نزواته مع الرقصات، وشكله كده مش هيسكت غير لما يبقى في التخشيبة. تعالوا نعرف مع بعض إيه الحكاية. انتشر مقطع فيديو للمطرب الشعبي سعد الصغير ومعاه زوجته الراقصة برلنتي عامر، وهم في حالة سكر وقدام منزل وبيحاولوا يقتحموا البيت ده. ظهرت برلنتي في الفيديو وهي بتزعق بصوت جامد وبتحاول تكسر في الباب وبتهدد ست جوه البيت، علشان بعد شوية نتفاجئ بان في ست رفعت عليهم هما الاتنين قضية تهديد، وقالت ان سعد ومراته برلنتي هجموا عليها في بيتها وحاولوا يبتزوها وهددوها بانهم يخلصوا منها. يا ترى مين الست دي وسعد وبرلنتي بيهددوها ليه؟ دي ربة منزل اسمها رانيا صالح، عايشة في منطقة الهرم، كانت زوجة سعد الصغير واتطلقت منه، بس برلنتي شكلها كده ما عرفتش تسكت، راحت عندها البيت وكانت عايزة تضربها وتهددها وسعد معاها، بس خيال مآتة لا بيحل ولا بيربط. ودي مش أول مشكلة تقابل سعد الصغير بسبب الرقصات. قبل كده سعد وبرلنتي وقعوا في بعض ومسكوا في بعض في شارع الهرم ونزلوا ضرب في بعض، وما اكتفوش بكده، لأ دول جريوا ورا بعض بالعربيات وكانت مدعكة. الاتنين رفعوا قضايا على بعض وكل واحد يقول التاني بيخني، ويطلع سعد في فيديوهات يعيط وبرلنتي تصوت ومحدش فاهم حاجة خالص، ويطلع سعد ويقول برلنتي خنتني وانا شفت الشات بتاعها ومش هسيبها، ويسكت شوية ويطلع يقول انا اسف سامحوني انا كنت ظالمها انا بحبها ومش هقدر استغنى عنها دي برلنتي دي روحي. وفي نفس ذات الوقت تطلع راقصة اسمها شمس تستغيث من سعد وتقول انه خطفها وكان هيموتها وقتل بنتها وشوه وشها، ومن كتر خوفها هربت وسابت البلد واتجوزت واحد تاني علشان يحميها منه. وتطلع في فيديو استغاثة عبر موقع بصراحة وتقول سعد جاب لي 4 بلطجية وخطفني وقتل بنتي وكان عايز يموتني وانا هربت بمعجزة عايزة حد يساعدني، وهو خطفني من اسكندرية للقاهرة مع 4 بلطجية بيضربني، كسر لي مناخيري وضربني بالشلاليط في بطني وبيضربني بالاقلام، كان مشوهني مشوه لي وشي ومشوه لي جسمي لدرجه ان هو واقف على الاسفلت على الصحراوي بقى يشدني من العربيه ويضربني بالجزمه في بطني وفي وشي، كان مشوهني. وسعد يرد عليها ويقول انها كدابه وهو ملوش علاقه بيها وهي بتعمل كده علشان تركب ترند وهو بريء وحاجه غريبه كده. وفي النهايه كل يوم حوار جديد ومشكله جديده لسعد بسبب الرقصات، وشكله كده مش ناوي يجيبها البر وناوي على خراب بيت، ومش عارفين دي هتكون اخر مشكلة ولا هتطلع رقاصة جديدة وتقول انقذوني من سعد الصغير.